كيف ممكن تعرف إنه شريك حياتك أو الحبيب تحول لمصاص دماء عاطفي؟ تعالوا نعرف مع بعض ونشوف شو ممكن نسوي. في بدايتها غالباً بتكون العلاقة العاطفية حلوة وردية مليانة بالشغف والأدرينالين والإثارة، لكن مع مرور الوقت نضوج العلاقة رح ينتهي شهر العسل وبياخد معاه الحب الوردي اللي ما فيه مشاكل، وبتبدأ مرحلة جديدة في حياة الثنائي. بتبلش علاقة تتاكل وتتسمم بسبب تصرفات مؤذية وسلوكيات غريبة بيعملها الشريك اللي بيتحول إلى مصاص دماء عاطفي، الأمر اللي بيطفي شرارة الحب وبيحول هالعلاقة إلى جحيم. وبخلاف العلاقات الإنسانية الصحية اللي بتركز على الاحترام المتبادل والاهتمام والقدرة على مشاركة القرارات واللي بتسمح للشخص إنه يكون على طبيعته من غير خوف أو يلجأ إنه يحط قناع زائف، فالعلاقات السامة بتتسم بإنعدام الشعور بالأمان وبتتمركز حوالين الذات وبتحاول تسيطر وتهيمن على الطرف الآخر. طيب شو هي العلاقات السامة وليش عند بعض الناس صعب يطلعوا من هالعلاقات المؤذية رغم إنها بتدمرهم؟ الحب مثل عقار مخدر، في البداية بيخلي عندك شعور بالمرح والسرور والنعمة اللي إجته وبيستسلم بالكامل، وبكرة بتصير بدك منه أكتر ولسه لهلا بعده ما تسمم، وبرتاح للشعور وبتتوقع إنك قادر تضل مسيطر على هاي الشعور، وبتفكر إنك تحبه لدقيقتين وتنساه 4 ساعات، لكن بتبلش تتعود عليه شوي شوي لهذا الشخص وبتصير متعلق فيه كتير وبتصير تفكر فيه 4 ساعات وتنساه 2 دقيقة. ومع هيك هذا مش سام لهلا، لكن بتعاني من نفس الإحساس اللي بيعانوا منه المدمنين اللي بيسرقوا وبيذلوا نفسهم عشان ياخدوا اللي هم بحاجة إله. ونفس الشيء انت بتكون مستعد لأي إشي في سبيل الحب.